بسم الله الرحمن الرحيم. صباح الخير المنبورو راي قروة أكيد عند نوبيتشين دي مركز شباب ونادي شو من فرش كورغر انتخابات نادي التجديد دي. كان مرشحكو 18 19 اسو طيب 19 مرشح غير رئيس كوالي رئيس نادي تسكيه جن عرقوس نالسورة من عصنجي ولا مشكلة ولا إنا يقد تسي ما إنا يقد دولي انتخابات ما انتخابات رميكا ورا كل واحد لنا برنامج كوي إنجازات كاودا قلقو قالو جمعية عمومية برضو تنا من يحقق التر وفعلا هن إنجازات كلك هو الأرجاري من يرجورو ناتجي نهاية تجديفر كارتو ويربوسو أو صندوق ويربوسو بابنا نقبالو لا ما تنزلش من هنا ما تطلعش من هنا في صيانة في ايه كده. بس دلوقتي في فرق كبير انت لما تروح منير جونا تيجي نادي تجيفر جونا تيجي تحس انه في انجازات فعلا في انجازات ومجلس الادارة ليهم الحق يقعدوا تاني بس بدون مشاكل مش عملت بقى خصومة وكره وحب لا ولا دعكم ننقلب كوروي عادمي نهاية الكوروي انين جورو تنا انتخابات نهارو ما لقير مبروك وات جرسة نادي تجيفنا نشحير ليك وهارد لك الله وفق من ليك من ناي انتخابات نزي هاس ارجونا انتخابات ساكتيل جو كشروش كان اجريد في لارا يغتي ستة تسي قم مرة كورا ولا تسر من رياضة ولا تسر قدو لقيت كوم من ار حاجة او كوم نو نوغو يا اير نوغو يا اكاديمي صوت كب نو كدر صوت كو لابتر من النوغن دي أرينا تجديفنا إن انتخابات قالك وقاب ونجاري غرب أسوان وجودة ده أرولاس كما بروك عند جايين عادي نبي بدر من إير ملا إير بور مير حصل لسون عادي مي غير بونو من أكرانكو ملا إير بور ناديك ولا مركز شباب نبيجي إلى كم مكدو ولا ويرس كما بروك عند بدر من نادي تجديفنا هيك فرق دول مخالصر واضح انتخاباتكو ملا شو كرسا منير تحت السن الأربعة سو أمين صندوق أو سو اثنين قال باقي جو 19 ما اللي سنة شهور سنة ما اللي من شهور أعضاء فوق السن وغير كده تقول عضو أو غير على كده أعلى أصوات كتير ذكر يعني نقول غير وصولا بيسار بشهور منو أرجع تسكي جدا كيروان دي لك أمل الوحيد فدلير الجواري انتخابات نادي تشي ومركز نوبيتشين ده غير بصواني ان انتخابات تير الوحيد تقريبا النائب بقى بنزيهان بشغل عشان لك ما قدش قدر كريتا ينبو ومليقون وير قدر قباجر على فيسبوك ندور وان شاء الله اقول امل امل وحيد ترجونا نوبيتشير بقى ولا مجلس ادارة نادين دور ولا مجلس ادارة دور قسم الله يقول من أقول كوب تكسان كي أعداد الناقص أنكو كوبل كو يعني هذي ما له برجت تقول غرب صورنا إن انتخابات عشان ما له كور وانا دي نادي تجديف دي درسوس وغير كده نادي صوان دي يقول مهما كان أرجونا كابتن صوت كي كابتن يتروى وين مو كويسة إك حصلسو وفاق نفاق إن قلنا مو قسوة لكن أهم حاجة ابن صوان ينجح ابن النادي يعني كاش كسونجي سبالي كواري نادير ستات عند 17 ولا 10 سنين وكاش كواري يعني حقي من رئيس النادي يعني مش ولا كده تعكون برشوتك الشكر كون برشوتك الشكر كون بس ولا تنا غيره ولا من عندي ولا نشادي ترى نادينا توتر ما فيش داعي بقى ايه قهوه كتير ولا قررجوت يا وسركي فلان جو رجال اعمال ومش هيك رجال اعمال ايه كل اللي يبيع له شوية ملخيناش فخلاص يبقى رجل أعمال ولا اللي يعمل عجينة طعمية ولا عجينة حنة يبقى رجل أعمال رجال أعمال قال خليها مستورة ادي صوتك لابن النادي مع السلامة النفياتك.